وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على القطاع على قطاع غزة لليوم الثمانين عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي واستدفت طائرات الاحتلال ومدفعيته منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع في أرجاء متفرقة من قطاع غزة موقعة مئات الشهداء والجرحى بعد مجزرة التي ارتكبتها في مخيم المغازي ووصلت طائرات الاحتلال شن غارات عنيفة على مخيم البريج وشارع السكة, السكة بين المغازي والبريج كما شن الاحتلال عنيفة على خان يونس والمناطق الشمالية للمستشفى الأوروبي في خان يونس وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها لبلدة برقة في محافظة نابلس الواقع شمال الضفة الغربية هذا اقتحمت قوات الاحتلال القرية ودهمت عددا كبيرا من المنازل كما قامت قوات الاحتلال باحتجاز عدد من المواطنين داخل إحدى المنازل معصوبي الأعين واجرت معهم تحقيقات ميدانيه خسائر فادحه في الارواح وتدمير كامل للمنازل والمستشفيات وتدنيس صارخ للمساجد، كلها ندوب عميقه في الجسد الفلسطيني زرعتها اصابع الاحتلال الاسرائيلي وانتشرت يوما بعد يوم وفي الاسابيع الماضيه بات مخيم جنين شمالي الضفه الغربيه المحتله مسرحا لاقتحامات عسكريه اسرائيليه شبه يوميه، تخللتها اشتباكات دمويه بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي نالت من أرواح الفلسطينيين مثلما تركت آثارها على واجهات المباني التي تعرض بعضها لدمار واسع، وبينما يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عملياته هدفها البحث عن مطلوبين، تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية أن العديد من الضحايا ما بين شهداء ومصابين في عمليات الاقتحام هم من المدنيين العُزل، واجتاحت العمليات العسكرية الضفة بتنفيذ القوات الإسرائيلية مجموعة من الاقتحامات والاعتقالات في مدن وقرى مختلفة. وتعمد الجيش الإسرائيلي قطع التيار الكهربائي عن المناطق التي يقوم باجتياحها فضلا عن شن حملة اعتقالات طالت عشرات المدنيين الفلسطينيين في مخيمات قلندية وعقبة جبر والدهيشة وبلدة بيتا وبلغت حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية أكثر من 4600 فلسطيني وكشفت بيانات نادي الأسير الفلسطيني أن حملات الاعتقالات رافقتها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح وتهديد وترويع للمعتقلين وعائلاتهم بالاضافه الى عمليات تخريب البنى التحتيه للمدن والمخيمات ومنازل المواطنين أكدت فصائل فلسطينية قصف تمركز للأليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون كما أشارت الفصائل الفلسطينية إلى قصف الحشود العسكرية في شارع خمسة بمحاولة تقدم شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامية في مقابل أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى سماع دوي انفجار ضخم في حيفا دون تفعيل صفرات الإنذار اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي انتشال جثث خمسه محتجزين اسرائيليين من شبكه انفاق تحت الارض في شمال قطاع غزه. وذكرت وكاله رويترز للانباء ان جيش الاحتلال لم يوضح ملابسات وفاه المحتجزين، حيث اكد كبير المتحدثين باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي ان السلطات تنتظر نتائج فحص الطب الشرعي للجثث. وكانت الرهائن الخمس وهم ثلاثة جنود ومدنيان من بين المحتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده وإصابة ثالث بجروح خطيرة خلال المعارك شمالي قطاع غزة وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة في العشرين من أكتوبر الماضي إلى 156 ليرتفع إجمالي عدد القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ السابع من أكتوبر إلى 489 قتيلاً دعت صحيفة هارتس الإسرائيلية إلى الإطاحة ببنيامين يمين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي من منصبه باعتباره المسؤول الأول عن أحداث السابع من أكتوبر واعتبرت الصحيفة أن الظروف أصبحت مواتية الآن لتجدد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإطاحة بنتنياهو من منصبه لا سيما عقب المظاهرات التي شهدتها مدن إسرائيلية السبت الماضي للمطالبة بذلك وأكدت الصحيفة أن الشعب الإسرائيلي يجب ألا يتسامح مع ما تسبب فيه نتنياهو في الاثناء اقتحم عشرات المستوطنين الاسرائيليين باحات المسجد الاقصى المبارك بحمايه شرطه الاحتلال وافاد شهود عيان بان المستوطنين نفذوا جولات استفزازيه في باحات المسجد وادوا طقوسا تلموديه واكدوا ان شرطه الاحتلال المتمركزه على ابواب البلده القديمه من القدس وابواب المسجد الاقصى منعت المواطنين من الدخول للبلده القديمه والمسجد الاقصى في حزن واضح داخل كنيسه المهد وسط مدينه بيت لحم في الضفه الغربيه قرعت الاجراس واقيمت الصلوات من اجل انتهاء الحرب في قطاع غزه وكانت البطريركيه ورؤساء الكنائس كنائس مدينه القدس قد اعلنوا جميعا الغاء الاحتفالات كافه باعياد الميلاد لهذا العام تضامنا مع غزه غابت عن مدينة بيت لحم مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد مقارنة بما جرت عليه العادة خلال السنوات الماضية، فلم توضع شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد، ولم تعزف فرق الكشافة لدى دخول بطريرك اللاتين ساحة الكنيسة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وبدلاً من أن يحمل أعضاء فرق الكشافة الآلات الموسيقية في المسيرة السنوية التقليدية مع بدء الاحتفالات بعيد الميلاد، رفعوا لافتات تدعو إلى وقف في الحرب على قطاع غزه، ولم تتزين شوارع المدينه كعادتها باشكال مختلفه من الاضاءه، ولم ياتي المواطنون مسيحيون ومسلمون الى ساحاتها في ظل غياب مظاهر الاحتفال والاقتصار على الشعائر الدينيه، وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان ميلاد السيد المسيح ياتي هذا العام ومدينه الميلاد تعيش حزنا لم تره قبل هذا اليوم، حيث لم يسلم احد من ابناء شعبنا النساء والرجال وكبار السن من القتل والارهاب. ومحاولات التهجير القسري وتدمير آلاف البيوت، ما يذكرنا بما حدث في نكبة عام 1948. وقوبل موقف الطوائف المسيحيه والفلسطينيه التي قررت اقتصار اعياد الميلاد على الشعائر الدينيه بترحيب فلسطيني كبير على مختلف المستويات حيث يؤكد هذا الموقف وحده الصف الفلسطيني على طريق الصمود والحفاظ على ارضه والحفاظ على هويته وحمايه مقدساته الاسلاميه والمسيحيه